أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، والتي نفتح فيها ملف مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة وتأثرها بقفزة أسعار المواد الأولية والشحن عالميا. سنة 2021 لم تكن سهلة لمشاريع الطاقة الشمسية، فعلى الرغم من استمرار الطفرة الهائلة التي يشهدها القطاع في السنوات الأخيرة، إلا أن العام الماضي شهد تحديات كبيرة نتيجة التقلبات في تسعير الطاقة الشمسية وتكاليف المواد واضطرابات سلاسل الإمداد وكلفة الشحن. لنبدأ بعناصر الطفرة التي ما زالت قائمة بالتأكيد. وفقاً لتقرير لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية ميسيا، من المتوقع إضافة 1000 جيجاوات عالمياً من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، كما أن وصول العالم إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 يتطلب تركيب 630 جيجاوات من الطاقة الشمسية سنوياً، ما يعادل نمواً سنوياً بمعدل 20%. في منطقتنا على وجه التحديد، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يشهد النصف الأول من العام الماضي أي عقد جديد لمحطات كهرباء جديدة تعمل بالنفط أو الغاز، بينما في المقابل تم ترسية عقود للطاقات المتجددة بقيمة 2,800,000,000 دولار في نفس الفترة. الطاقات المتجددة استفادت من انخفاض التكاليف الاستثمارية نتيجة التطور التكنولوجي على مدى العقد الماضي، فكل دولار يتم استثماره في الطاقة المتجددة بات يولد طاقة كهربائية بأربعة أضعاف ما كان يولده عام 2010. مع ذلك برزت تحديات كبيرة العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المواد واضطراب سلاسل الإمداد. أسعار البولي سيليكون قفزت ب 300% مقارنة بأسعار مطلع عام 2020، وهذا ما أدى إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الوحدات الشمسية الـ PV Modules بنسبة 20%، كما ارتفعت أسعار مواد أولية أخرى مثل الفضة والنحاس والألومنيوم والزجاج. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار وحدات الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، بعد أن كان سعر الوحدة أقل من 20 سنت لكل وات بيك عام 2020، وصل في النصف الثاني من العام الماضي إلى ما بين 26 سنت و 28 سنت لكل وات بيك، وأنهت السنة عند حوالي 30 سنت لكل وات بيك. عامل آخر يغير اقتصاديات مشاريع الطاقات المتجددة يتمثل بارتفاع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 500% أحياناً، خصوصاً من الصين إلى الشرق الأوسط، وهذا الارتفاع مرشح للاستمرار حتى الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي وفقاً للخبراء. كيف يؤثر ذلك على عقود شراء الطاقة التي توقعها دول المنطقة؟ معظم تسعيرات الـ PPA العقود الأخيرة مبنية على أساس مستويات الأسعار السائدة عام 2019 و2020، إلا أن جمعية ميسيا تشير إلى أن مساعٍ لإعادة التفاوض على العديد من العقود لمواكبة التغيرات التي طرأت في الأسواق جارية. وباعتبار أن الوحدات الشمسية وتكاليف الشحن تشكل ثلث التكلفة الإجمالية لأي مشروع للطاقة الشمسية، فإن مجمل التكلفة المعيارية لإنتاج الطاقة الكهربائية على طول حياة المشروع، أو ما تعرف بالـ Levelized Cost of Electricity، ارتفع بما يتراوح ما بين 10 إلى 15% لمعظم مشاريع الطاقة الشمسية المخطط لها في المنطقة لهذا العام. فرص النمو في قطاع الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية تحديداً ما زالت كبيرة جداً، إلا أن تحديات ارتفاع التكاليف تفرض تحديات جدية في المدى القصير، كما تفرض على المطورين دراسة خياراتهم لإبقاء الطفرة في مسارها التصاعدي.
حول تحديات مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن، قابلت رئيس جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية ميسيا الأستاذ أحمد ندى، وسألته بداية عن مدى تأثير الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية على صناعة الطاقة الشمسية عموما، وما إذا كانت أسعار وحدات الطاقة الفوتوضوئية قد تأثرت بتلك الاختناقات بشكل ملموس. نعم ناصر، بالتأكيد سلاسل الإمداد في كل ما يخص الماتيريال أو المواد الأولية المطلوبة في تصنيع الألواح الشمسية حدث فيها اختناقات شديدة وتسارع في ارتفاعات الأسعار بشكل ملفت جدا في الفترة الماضية. السيليكون لحاله يمكن زاد بحوالي 300% بلس، طبعا في الفضة، في الألومنيوم، بعض المواد الأخرى اللي بتدخل في مباشرة في التصنيع الألواح الشمسية، سواء في الجزء اللي هو الهاي تك أو في الأجزاء الأخرى اللي هي مش هاي تك زي الزجاج مثلا. فبالتالي الأسعار اللي احنا شايفينها حاليا في الأسواق العالمية انطبعت بشكل مباشر على الطاقة، على الألواح الشمسية، بالنسبة لا تقل عن 25%، وده طبعا يعني له تأثير مباشر على الوضع الحالي في الأسواق. زائدا إلى ذلك طبعا كمان تسعيرة النقل أو تعرفة النقل، احنا طبعا نعلم أنه 90% من إنتاج العالم من الألواح الشمسية هو في الحقيقة في الصين، وكلنا نعلم أنه أسعار الشيبمنت أو النقل البحري، نقل والشحن، والشحن من الصين لمعظم بلاد العالم زادت بنسب عالية جدا، قد تصل في بعض الأمور إلى 3 أو 4 أضعاف. فطبعا يعني أسعار النقل بلس أسعار المواد الأولية ونسب التضخم العالمية في أشياء أخرى أثرت بشكل مباشر على أسعار الألواح الشمسية، وستظل كذلك متوقع في بعض التحليلات إلى نهاية 2022. بطبيعة الحال أستاذ أحمد، التضخم بدأ يظهر في الكثير من السلع والخدمات خلال 12 شهرا الأخيرة، والمدة الزمنية التي سيستغرقها هذا التضخم ما زالت غير واضحة. نعم. بالتالي هل سنرى هذا يمتد ليرفع تكلفة الطاقة الشمسية بشكل معتبر على المدى القصير إلى المتوسط، وهل هذا يعني بأننا لن نرى مجددا مستويات قياسية متدنية لتكلفة إنتاج الطاقة الفوتوضوئية على مدى السنوات القليلة المقبلة، على عكس ما اعتدنا عليه؟ نعم. في المنطقة بشكل متتالي ومتسارع في الأعوام الماضية. طيب أعتقد نجزأ السؤال، يمكن أولا بالنسبة للمشاريع الحالية سيحدث بعض التفاوض أو عادة التفاوض إن أمكن ذلك، حسب طبعا هيكلة العقود ومخرجات العقود، بالذات في التيرمينيشن كلوزز، أو لأنه حاليا ما فيش أي حد بيعتبر أنه زيادة الأسعار تعتبر فورس ماجور أو قوة قاهرة في العقود، وبالتالي لابد أن يكون في تسويات يعني بيسموها amicable agreements أو نوع من عادة التفاوض. في بعض العقود قد ترى مثلا أنه تكون cost plus أو تكلفة زائد نسبة، أو فمخاطرة سعر الألواح الشمسية تنتقل من المقاول إلى المطور، وده شيء طبعا مش كل البنوك الممولة أو حتى الـ developers أو المطورين يفضلوه. فده جزء في على المدى القصير في المشاريع الحالية. بالنسبة للمدى المتوسط، تصور أنه خلال 24 شهر من الآن الأمور يعني لابد أن تعود إلى ما كانت عليه بقدر الإمكان. في نفس الوقت ده هيؤدي إلى يعني كمان في سكيلينج أب للبرودكشن أو الإنتاجية بتاعت كثير من المصانع في الصين اللي كانت إما متوقفة أو في حالة يعني سيمي برودكشن، أو يعني مثلا 50% من طاقتها العاملة أو 60% من طاقتها العاملة. فتصور أنه خلال 24 شهر الأمور قد يعني من الواضح أنها ستعود إلى ما كانت عليه. ولكن في نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الجذب والشد في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في كل ما يخص السيليكون
اوت يعني برودكشن وما يتبعه. يعني احنا شايفين الموضوع ده مش بس مؤثر في خلايا الطاقه الشمسيه ولكن في كل ما هو رقائق لا علاقه بالسيليكون. بالعوده الى مساله المشاريع الطاقه الشمسيه تحت الانشاء، يعني انت تحدثت بانه سيكون قد يكون هناك اعاده تفاوض حولها، خاصه لانها تم تسعيرها على مستويات الاسعار في 2019 ومطلع 2020. اذا لم يتم هناك اعاده تفاوض على صيغه ما مثل كوست بلس التي تفضلت بها، هل تتوقع تاخير تنفيذ وتسليم هذه المشاريع؟ بالتاكيد بالتاكيد، لانه كثير من المطورين بالاتفاق يعني مع خصوصا في الدول اللي هي حصلت على تعرفه تنافسيه شديده، ليس من مصلحتها إعادة التفاوض على تعرفة جديدة، وبالتالي من المصلحة أنه يعني إذا حصل 6 أشهر أو سنة تأخير في هذه المشاريع فقد يكون ذلك مقبول من ناحية الكوميرشال أو من ناحية التجارية للمشروع أو يعني جدوى المشاريع بصفة تحديدية. يعني فتصور أنه حيكون في نوع من المرونة في كثير من هذه الدول أنها تعطي فرصة لتأخير بعض المشاريع، خصوصا إذا كانت هذه المشاريع لم تكن بالضرورة مباشرة في يعني الطلب على الطاقة في هذه البلاد. يعني كتير من المشاريع اللي احنا شايفينها مش مرتبطة مباشرة بالنمو الطبيعي لاحتياج الطاقة الكهربائية في هذه البلاد، عندهم مصادر أخرى يستطيعوا ان هم يعني يغطوا الطاقة بالضبط. نعم. طيب إلى ما هو أبعد من العوامل قصيرة ومتوسطة المدى أستاذ أحمد، هناك عدد متزايد من الدول العربية التي تعهدت باتخاذ إجراءات أكبر على صعيد التغير المناخي، وبعضها حتى تبنى مستهدفات صافي صفر. نعم. إلى أي درجة تعتقد بأن هذه المستجدات ستكون محرك أساسي لصناعة الطاقة الشمسية في منطقتنا على الأجل الطويل؟ من المؤكد أن كل الدول اللي كان لها يعني تصور إيجابي في الحياد الكربوني أو النت زيرو كوميتمنت نسميها ستكون لها أثر مباشر على تطور وانطلاق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى بصفة عامة، رينيوبل انرجي يعني بصفة عامة في المرحلة القادمة. فطبعا يعني أتصور أنه يعني المتوقع كان في المنطقة في خلال 10 سنوات القادمة لحد 2035 ان احنا نضيف تقريبا ما قيمته حوالي 100 جيجا وات رينيوبلز، في الغالبيه العظمى منها 80% او 70% في معظم الحالات بتكون طاقه شمسيه، فده يؤكد لك انه في 70 جيجا وات تقريبا من الطاقه الشمسيه مطلوبه في مجموع الدول المنطقه الشرق الاوسط اللي تبنت يعني الالتزام بالحياد الكربوني في حدود 2035 او اكثر. بعض الدول طبعا طلبت مدة أطول أو لمصالحها الاستراتيجية طلبت مدة أطول، فبالتالي يعني سنرى هذه الدول تتسارع في استثمارات الطاقة الشمسية. بس أكون برضو واضح في الأرقام أنه 70% أو من الطاقة الشمسية أو حتى 30% من طاقة الرياح في مجموع 100 جيجا وات، المملكة العربية السعودية تمثل عنصر هام جدا فيما يخص هذه الأرقام في المنطقة العربية، ثم يليها الإمارات العربية المتحدة من حيث حجم البرودكشن يعني أو الأوتبوت كاباسيتي المطلوبة في هذه البلاد. فبالتالي لو فرضنا أنه في سيناريوهات مختلفة، سيناريو اللي هو الإيجابي أنه نستطيع الحصول على 100% من 100 جيجا وات في 15 سنة القادمة، أو سيناريو متحفظ شوية نقول مثلا 60% من ذلك سيتحقق، ما زالت هذه استثمارات ضخمة. يعني هنتكلم على في حدود 40 أو 45 جيجا وات في المجمل ما بين كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عنصر آخر ويبدو واضحا الزخم حوله وهو ما يدور حول الهيدروجين النظيف مؤخرا، خاصة الهيدروجين الأخضر. نعم. إلى أي درجة تعتقد بأن الهيدروجين الأخضر قد يصبح ممكن لانتشار الطاقة الشمسية بشكل أوسع وأكبر في المنطقة؟ بالتأكيد المنطقة زي ما تفضلت وقلت أن هي حصلت على أسعار تنافسية في التعرفة لم يسبق لها مثيل. يعني وتعريف الهيدروجين الأخضر أنه بالضرورة أنه يكون منتج من مصادر طاقة نظيفة أكيد. سواء كانت ويند أو سولر، فبالتالي ده له تأثير مباشر على أنه يكون الجرين هيدروجين مصادره من طاقة نظيفة في المنطقة، فده هيحصل فيه تسارع أكيد هيكون له تأثير.
الشيء الآخر أنه تكلفة الهيدروجين حقيقة حاليا التشالنج الكبير هو في النقل وتوزيعه. فالمنطقة العربية مؤهلة تكون مصدر كبير للإنتاج يدعم يعني تقليل تكلفة الشحن، لأنه البلاد الأخرى مثلا لو عندها 4 سنت أو 5 سنت للكيلو وات أور في مقابل 2 سنت و 1.5 سنت في المنطقة بتاعتنا، ده يدي أدفانتج أو يدي ميزة تنافسية عفوا للإنتاج الهيدروجين الأخضر لهذه الدول اللي تسعى أنها تكون لها دور فعال في هذا الموضوع. وأعتقد أنه ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر في اهتمام شديد بهذا الموضوع. سمعنا من فترة قليلة الدولة المصرية وسيادة الرئيس السيسي يعني قام بالتقابل مع سكاتك وراسكوم وشركة أخرى إماراتية في دعم هذا المشروع، اللي هيعتقد يعني حاليا هيكون إذا تم تنفيذه في الموعد المحدد سيكون هو أكبر مشروع للجرين هيدروجين في العالم، حوالي 90 طن مزود ب 100 ميجا وات من الطاقة الشمسية والرياح. هناك داخلين جدد على صعيد مشاريع الطاقات الشمسية في العالم العربي، من أبرزهم العراق والجزائر إلى جانب سلطنة عمان أيضا نوعا ما. نعم. كيف تنظر إلى جهود تلك الدول في الولوج إلى الطاقة الشمسية؟ هل ستستطيع تلك المجموعة باللحاق بنظيراتها التي سبقتها بأكثر من عقد من الزمن، أم هل سيجد بعضها تحديات أكبر من غيرها في رأيك؟ أتصور في الثلاث دول اللي تفضلت وقلت عليهم هم فعلا يعتبروا أهم لاعبين جدد في الطاقة الشمسية لاعتبارات خاصة باحتياجاتها الكهربائية بشكل مباشر، وليس فقط لمثلا موضوع الحياد الكربوني أو البيئة بشكل مباشر. يعني أعتقد أنه الكريديبيليتي الأعلى ستكون لمشاريع العمان. دائما يعني عمان تسير في خطوات قد تكون ليست متسارعة في أحيانا كثيرة، ولكنها بيقولوا يعني شور بات ستدي. أتصور العراق تأتي في المقام الثاني نتيجة احتياج شديد وسريع في الطاقة الشمسية، يعني يمكن تنفيذ مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية في العراق بسرعة كبيرة، وأعتقد أنه في حوالي أكثر من 2 جيجا وات حاليا في نقاش مباشر لبعض المشاريع مع الدولة العراقية والحكومة العراقية. أتصور الجزائر يعني هي يمكن تأخرت كثيرا الحقيقة، مع أنها في الأول في 2014-2015 كان في يعني اهتمام شديد بتطوير هذا الملف، ولكن قابله كثير من التحديات الإدارية وهيكلة العقود نتيجة بعض الأمور الريجولاتوريز أو القوانين الخاصة بالدولة الجزائرية. فتصور إذا حصل تسهيل في بعض هذه الأمور أو إعادة نظر يعني والاستفادة من خبرات دولة زي الإمارات مثلا أو المغرب في حالة أفريقيا في هيكلة العقود بطرق مباشرة تسمح ب يعني تسارع هذه المشاريع واللحاق بما فاتها في الفترة الماضية. لكن لازم نقول انه عندهم ادفانتج انهم شافوا الاسعار كلها وتطور الاسعار، فقد يكون لهم يعني ادفانتج في هذا الموضوع او ميزة تنافسية في هذا الموضوع. نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده مستقبل الطاقة. وفيه بريطانيا ترسي أكبر جولة تراخيص لطاقة الرياح على الإطلاق قبالة السواحل الاسكتلندية، فماذا ستغير في خريطة الطاقة؟ أهلا بكم من جديد إلى مستقبل الطاقة. في بريطانيا قدرات المملكة المتحدة على إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح قد تتضاعف بعد مزايدات طرحت هذا الأسبوع على حقوق تطوير مشاريع الرياح البحرية قبالة السواحل الاسكتلندية، وكان لشركات النفط الأوروبية نصيب وافر منها مع تزايد اهتمامها في المشاريع الخضراء. المزيد في سياق هذا التقرير.
قامت اسكتلندا هذا الأسبوع بمنح حقوق تطوير مشاريع رياح بحرية عملاقة بقدرات إنتاج تقدر بضعفي قدرات بريطانيا الحالية من طاقة الرياح، فقد تصل الطاقة الإنتاجية للرخص الممنوحة إلى نحو 25 جيجاوات موزعة ما بين 10 جيجاوات من توربينات الرياح البحرية الثابتة ونحو 15 جيجاوات من توربينات الرياح البحرية العائمة، حيث اختارت حكومة اسكتلندا 17 مشروعاً تصل مساحاتها المجمعة إلى 7000 كيلو متر مربع من بين 74 عرضاً مقدماً، لتجمع الحكومة من خلال هذه المزايدات نحو 950 مليون دولار. وقد سلطت هذه المزايدات الضوء على المنافسة المشتعلة على تطوير تلك المشاريع الخضراء العملاقة ما بين شركات المرافق من ناحية وشركات النفط الأوروبية من ناحية أخرى، والتي فازت بحصة معتبرة من هذا المزاد الأخير، لتنضم بي بي وشيل وتوتال إنرجيز إلى قائمة التحالفات الفائزة لحقوق تطوير وتشييد مشاريع الرياح البحرية في المياه البريطانية قبالة السواحل الاسكتلندية. فمن جهة بي بي أعلنت أن طاقة الرياح المنتجة من مشروعها المشترك الذي فازت به والبالغ قدرته 2.9 جيجاوات سيتم استخدامها لتزويد وتوسيعة شبكة شحن السيارات الكهربائية التابعة لها في اسكتلندا، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر. وأكدت الشركة أن استثماراتها الجديدة في تلك المشاريع قد تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه استرليني. أما التحالف الذي يضم توتال إنرجيز والذي فاز بمشروع تبلغ طاقته 2 جيجاوات، فمن المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2030 باستثمارات ستزيد على 4 مليارات جنيه استرليني، حيث أكدت الشركة الفرنسية أن هذا المشروع هو أكبر مشروع لها للطاقات المتجددة في أوروبا حالياً، وسيساهم في تحقيق هدفها بالوصول بقدراتها من الطاقات المتجددة إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2030، مشيرة إلى أن المشروع قد يزود مركز فلوتا لإنتاج الهيدروجين الأخضر المزمع إنشاؤه شمال اسكتلندا. طبعاً يعتري تطوير تلك المشاريع وطاقاتها الإسمية الهائلة مصاعب جسام، من بينها على سبيل المثال للحصر قدرات شبكات الكهرباء القائمة والقدرة على توريد التوربينات الضرورية، لكن التحدي الأهم سيكون تطوير مشاريع التوربينات العائمة والتي تشكل الجزء الأكبر من الرخص الممنوحة، حيث أن هذه التقنية ما زالت ناشئة وستحتاج على الأغلب للمزيد من الدعم الحكومي لجعلها ذات جدوى تجارية، وهذه كلها مخاطر واقعية أخذتها حكومة اسكتلندا بالحسبان، فخطتها لا تحتسب أن كل القدرات الإنتاجية الممنوحة سيتم إنشاؤها أصلاً. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مستقبل الطاقة، ألقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.